السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. أهلا بكم حبايب قلبي مع نودي. معايا النهاردة مستحضر تجميلي مفيد جدا للبشرة، معانا الجليسرين. جليسرين يعني نعومة، جليسرين يعني ترطيب. معانا الجليسرين النقي هو ده، ذا نقاء عالي. ومعانا نوع تاني من الجليسرين اللي هو ده معانا، يعني اي نوع ممكن تستخدميه. الجليسرين مفيد جدا للتشققات، بالذات تشققات الكعبين. تشققات الكعبين بتبقى في الرجلين، في خشونة، ممكن احنا ننقع رجلينا بمية، وننقع رجلينا بمية سخنة وبعدين نعملها بالحجر الخفاف وندهنها بالليل جليسرين او زيت زيتون وزيت لوز بكميات متساوية، ونلبس عليها شراب لمدة 3 أيام أو لمدة أسبوع لو كانت الخشونة كبيرة. هتلاحظي نتيجة رائعة، هتخلي رجليكي ناعمة جدا، وكمان الشفايف، شفايف الجليسرين لو لمسة بسيطة كده على الشفايف قبل ما تنامي هتلاقي شفايف طرية وجميلة. والجليسرين ده ليه باع كبير في موضوع نعومة الإيدين. الايدين عشان المنظفات اللي احنا بنستخدمها في البيت، وعلشان ايديكي دايما في المية وغسيل المواعين، كل ده بيخلي الايدين ناشفة وجافة، فيها جفاف. فلو جبتي الجليسرين وحطيتي عليه ليمون ومسحتي ايديكي بيه فهيخلي ايديكي طرية وجميلة. وبصراحة حتى البشرة الدهنية يعني ما بيضرهاش او بيطلع لها حبوب او اي حاجة زي كده. يعني الجليسرين يعتبر مقشر لطيف وطبيعي ومرطب للبشرة الحساسة، وبينظف البشرة الدهنية ويرطبها بدون يعني احتمال ظهور حبوب خالص. وكمان لخلاط الجليسرين مع عصير الليمون بكميات متساوية بيزيل البقع الداكنة ويفتح البشرة. هنعمل ده ازاي؟ ندهن الجلد بالجليسرين والليمون، وبعد ما تشرب الجلد الخليط نشطف ايدينا ونشطف عيني بالميه الفاتره للمكان. مع المداومه هتلاحظي يعني نتيجه وتفتيح للمناطق الداكنه وترطيب كمان. يعني الجليسرين ده فيه فوائد كتيره جدا زي ما انتم شايفينه، ويعني الوصفات بتاعته من زمان، يعني من جداتنا يعني كانوا بيستخدموا الجليسرين مع الليمون في ترطيب الايدين والرجلين واي مكان عايزه ترطبيه وتفتحيه. يعني ان شاء الله هيكون كويس وحلو خالص مع الجليسرين. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. يا ريت تشتركوا على قناتي وتشيروا الفيديو، يعني يا ريت تعملوا لايك وشير وتشتركوا على قناتي لو الفيديو عجبكم. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.